أول خطوة بياخدها هو خطوة الاختيار، أنا أنفع في إيه؟ خطوة الاختيار بيحددها حاجتين، احتياجات سوق العمل وقدراتك الشخصية. بيبدأ طبعاً بدراسة احتياجات سوق العمل، إحنا عايزين إيه سوق العمل؟ إيه الحاجات المتاحة؟ بالبلدي إيه الوظيفة المتاحة؟ طيب تعرف إزاي إنها تبقى ماتشنج مع قدراتك؟ في برضه أكتر من طريقة، لكن أقواها التجربة والخطأ. والشاب في سن صغير بيسمح له إنه يجرب. ويتراجع ويجرب حاجة تانية ويتراجع. في طرق تانية، يعني لو انت بتتواصل بشكل جيد ممكن تبقى انجح في شغل السيلز او شغل البيع والتواصل والعلاقات العامة. لو انت تفكيرك اكاديمي ومنظم مرة انت ممكن تبقى انجح في الاعمال المكتبية. ففي طرق كتيرة قوي لاكتشاف القدرات، لكن انا بشوف ان هو المفروض يجرب حاجات كتير قوي لغاية ما يلاقي الحاجة اللي تبقى ماتشنج مع قدراته. بس بما انه المطلوب يجرب يبقى لازم يبدأ بدري، يعني مش يستنى لما يخلص جامعة.